الفنان اللامع النجم فاروق الفيشاوي. نرجع فلاش باك شويه كده لورا، كانت الاسره مكونه من مين ومين؟ من الاب والام واخ واخ تاني، وكان في اختين متزوجات واخ متزوج. يعني كانوا اكبر منك بكتير؟ كلهم اكبر مني، انا اخر العنقود. دلوعه يعني كنت في ايام الطفوله؟ لا يعني كنت الاحب الى الاب، بس يعني لان انا اللي عايش معاه وانا الاصغر، ففعلا مش دلع، انما كان حنان زياده شويه وشقاوه زياده اكيد. كان الكبار بيعاملوك ازاي؟ الاخوه الكبار؟ كان الاكبر خالص الله يرحمه، هو توفي من سنه تقريبا، ده كان بالظبط زي الاب. وبعد ما توفى والدي اخذ مكان والدي، كان فعلا بيدللني وبيدلعني زي الاب بالظبط. الاصغر منه كان بيعاملني بقسوه شديده جدا، مش بقسوه عنيفه، انما بقسوه الاخ الاكبر اللي بيخاف على مصلحه اخوه. اثناء الطفوله كان في اي مواهب فنيه ظهرت ولا ده بعد مرحله معينه؟ لا يعني انا بالرغم ان عائلتي كلها يعني حتى الاعمام والخلان وما فهمش اي حد له صله بالفن في كل المجالات، انما انا من صغري كنت بكتب على كراساتي كليه الاداب او معهد المسرح، ما كنتش اعرف انه لسه اسمه المعهد العالي للفنون المسرحيه. وبعد كده لما كبرت اتجهت اتجاه فني ازاي؟ يعني لما كبرت يعني بدات اشترك بقى في فريق التمثيل في المدرسه الاعدادي، وبعدين في المدرسه الثانوي، وبعدين في الجامعه. الحقيقه فتره الجامعه دي فتره مهمه جدا، لانها برغم انها بتبقى هوايه خالصه الا انها بتقترب قليلا من الاحتراف، لانه في الجامعه في فرق تمثيل قويه جدا. كانت كليه ايه يا استاذ؟ اداب عين شمس. اداب؟ بنتعرض لنصوص عالميه ومحليه على مستوى عالي جدا، وبيخرجها لنا المخرجين المحترفين امثال الله يرحمه الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني، استاذ نور الدين مرداش، استاذ فاروق الدين مرداش، استاذ سامي العصفوري، هاني مطاوع، سيد راضي، كمال ياسين، كرم مطاوع. فكانوا بيقربونا شويه من روح الاحتراف، بالرغم انها كانت بالنسبه لهم هي هوايه، يعني مخرج محترف في السوق وبيشتغل وله اسم، انما كان بيبقى سعيد جدا ان هو يروح يخرج لفرقه كليه او فرقه جامعه. فكانوا بيقربونا شويه من روح الاحتراف، الالتزام والتعليم، وكنا بنعتبرهم اكثر ما هم مخرجين كنا بنعتبرهم اساتذه. يعني تخطيط حضرتك واحلام حضرتك تحققت بالحرف الواحد، كليه الاداب والمعهد العالي للفنون المسرحيه. بالظبط. بعد كده ابتديت بشكل عملي في المسرح ولا السينما؟ المسرح اولا، المسرح، ثم التلفزيون، ثم السينما. السينما رقم ثلاثة. رقم ثلاثة طبعا. عملت مع يمكن معظم النجوم؟ كلهم. كلهم. نقول أمثلة؟ فريد شوقي طبعا، محمود ياسين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، شكري سرحان، يحيى شاهين، كمال الشناوي، الكل. ومن النجمات؟ الكل ما عدا السيدة فاتن حمامة والسيدة نادة لطفي. طبعا حضرتك قدمت شخصيات عديدة متباينة كلها، يعني ما كانش فيها تكرار، أهمها إيه؟ والله يعني أنا من حسن حظي أني لم أحصر في أداء لون معين، ويمكن كان الاتجاه في الأول أنه أنا لازم أبقى هذا النمط الشاب الأرستقراطي الانتهازي، والمسألة دي كانت بتخوفني جدا وقلقاني قوي، إنما الحمد لله لثقة المخرجين فيا أسندوا إلي أدوار متباينة من الأول، يعني هم ما حاولوش يحصروني برغم أن أنا كنت خايف جدا من الحكاية دي، إنما هم ما ادونيش الفرصة أخاف. فمثلا الأستاذ سعد عرفة في مرزوقة،
دور الولد النشال الصايع ابن البلد اللي يعني يسرق الكحل من العين، وبيتحول بعد كده الى انه يبقى بيه كبير والى اخره. الاستاذ حسين كمال، في ارجوك اعطيني هذا الدواء. الطبيب النفسي الشريف جدا النظيف جدا اللي بيعالج مرضاه بكل حكمة وبكل علم. سمير سيف المشبوه، الضابط اللي بيهان في شرفه وفي كرامة المهنة بتاعته وبيبتدي بعد كده ينتقم إلى أنه إنسانيته بتتغلب عليه أخيرا، ويحس أنه مهما كان ضابط شرطة وفي إيده السلطة إنما هو إنسان في النهاية. محمد فاضل في الشاب يعني الطموح جدا اللي انا عنده عالية قوي قوي في بابا عبده، الى الشاب المحب لزوجته ولبيته وبتحصل له ظروف تخليه في موقف ضعيف جدا في صيام صيام، الى امين المنزلاوي الشخصية البشعة الشرسة اللي لا شك ان المجتمع المصري كله تأثر بيها وتأثر منها لأنها كانت شخصية حقيقية وشخصية موجودة في ليلة القبض على فاطمة. محمد حسيب استغاثة من العالم الآخر، المحامي المحب لخطيبته اللي بيؤمن بقضيتها الخاصة جدا اللي كثير من الناس بيرفضوها لأنها بتعتمد على أشياء غير مرئية لكل الناس، إلى أن حبه لفتاته وإيمانه بقضيتها بيخليه يناضل ويكشف الحقيقة قدام المحكمة وقدام الرأي العام، ويقول أنه يمكن العلم لم يقر حتى الآن علم الخوارق، إلى أن حكاية هذه الفتاة وصدقها سيؤثر فيما بعد في من سيؤرخ لعلم الخوارق. المسرح كانت الأول مسرحية، كانت أول مسرحية على مستوى الاحتراف اسمها الحب بعد المداولة، دي كانت في مسرح الطليعة إخراج مجدي مجاهد، وكانت من تأليف صديقي محمود الجندي. وكان الفنان محمود الجندي أيضا؟ لا لم يكن مشترك فيها كممثل، هو كان بس كان في الجيش وقتها وكان بس اشترك في تأليفها فقط. كان مين المشترك مع حضرتك؟ كان مجموعة كبيرة جدا من مسرح الطليعة، محمود الألعاوي و على ما أذكر الله يرحمه عمر فتحي كان أول مرة بيغني للمسرح، مجموعة كبيرة الحقيقة، وعادل زكريا وسمير فريد، مجموعة كبيرة من مسرح الطليعة. بعد كده كان في عدد كبير من المسرحيات، ما كانش كبير قوي. لا مش كبير قوي، انما يمكن كان متميز. يعني افتكر انه من اخراج الاستاذ كمال ياسين للمسرح الحديث عملت رحله الحبايب، ودي كانت في اعقاب حرب 73، و الملك معروف مولد الملك معروف وايوب. وللمسرح قطاع الخاص عملت اول حاجه اولادنا في لندن لمسرح المتحدين، وبعدين الضيف اللي هو لأمين الهنيدي، وبعدين الرعب اللذيذ لفرقة الريحاني، وبعدين البرنسيسة، وبعدين شباب امرأة. خمس مسرحيات. بالإضافة للموهبة والدراسة والخبرة، أكيد في صفات معينة يجب أن يتحلى بها الفنان لكي يصل إلى مكانة كبيرة، التزام مثلا، الانضباط وما إلى ذلك. يعني هو ده ممكن نجمعه كله في كلمة تعلمتها من أستاذي المرحوم عبد الرحيم الزرقاني، ودي كانت أول دروسي على طريق الفن. قال لي أن الصدق كل الفن. الله. الصدق بقى بما يحتويه من انضباط والتزام وصدق في الأداء وفي تناول الأشياء وحتى صدق في كل ما يخص حياة الفنان. ممكن بيعرض على حضرتك دور تبقى في تمثل مراحل متقدمة من السن؟ تقبله؟ تستغرب لو حضرتك قلت لك انه اول فيلم عملته في السينما اللي هو في البطنية
ده كان دور بتختلف في مراحل السنية، بيبدأ من شاب عنده 20 سنة وبعدين بيكبر بالسن لغاية مثلا 35 لغاية ما بيبقى 55. هنا في تسلسل. آه. لكن لو كله في سن معينة كبير طبعا. لا لا لا، أنا مثلا معروض عليا موضوع حبيته جدا 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 واشتريته علشان أدخره لعشر سنين جايين، اسمه دماء على فراش الحكومة، ده اسم مؤقت طبعا. هذا الدور أنا مصلحش أن أنا أعمله دلوقتي، يعني لازم أستنى 10 سنين على الأقل علشان يبقى شكلي وملامحي تدي هذه الشخصية. المكياج ما بيديش المكياج بيدي كمراحل، يعني الناس بتعرفني كخبرة المشاهدين بيا بتعرفني وأنا في سني ده، انما ممكن تشوفني في مرحله من العمل في هذه السن فتقبلني لما اعمل مكياج يكبرني شويه، تقبلني لما اعمل مكياج يكبرني اكتر. لكن لو عمل درامي قائم على شخصيه مثلا عندها 45 او 50 سنه فلازم انا اكون ملامحي واحاسيسي بتخليني اظهر للناس هذا النضج الانساني في شخصيه عندها 50 سنه. فدماء على فراش الحكومه لازم يعمله شخص عنده مش اقل من 50 سنة. هذا لسه بدري قوي بقى، يعني لسه بدري. انا بقول 10 سنين كمان يعني عشان المكياج لما يعمل ما يعملش كتير، يعمل شوي. حضرتك تجاوبني بصراحة لو سألتك عن رأيك في بعض زملائك وزميلاتك. بصراحة حسين فهم ده دلوعة السينما المصرية، انا شخصيا معجب بيه جدا وبحبه، واسأليه هو يقول لك ان انا ساعات يعني بشوفه ببقى يعني عاوز اطير بيه. نور الشريف. نور الشريف يعني احسن وصف لي انه عاشق لفن التمثيل. الملك. ده رئيس فريق التمثيل المصري. حضرتك ليك اكتر من تجربه معها. ده احنا عملنا مجموعه افلام مع بعض. يمكن ايه ابرزهم؟ ابرزهم مرزوقه، فتوة الجبل، الأستاذ يعرف أكتر، استغاثة من العالم الآخر، دول أبرزهم. أهم ما يميز بوسي؟ الالتزام الشديد جدا جدا والحب الشديد جدا لعملها، ويعني بتتفانى فيه لدرجة كبيرة جدا جدا. ليلى علوي. عملنا تقريبا فيلمين مع بعض، اذكر منهم مثلا العيء او الدريسه، ده اخراج احمد السبعاوي. الغناء، حضرتك مع الموجه الجديده الشبابيه ولا الغناء الكلاسيكي القديم الاغنيه الطويله اللي كان متعارف عليها فيما قبل؟ لا، وطبيعه الاشياء وطبيعه العصر وطبيعه المرحله لا تفرض اطلاقا الاغنيه الطويله، لان ما بقاش فيه الوقت الكافي عند الناس انهم يقعدوا ويسمعوا الاغنيه الطويله، فالاغنيه الشبابيه او الجديده بمعنى اصح مطلوبه وبتساير وتواكب ايقاع العصر. ممكن نختلف على بعضها من حيث المعنى ومن حيث الكلمات ومن حيث الالحان، لكن الظاهره بشكل عام موجوده وضروريه وحتميه ايضا. والحمد لله احنا عندنا من خلال مطربينا الشبان الجيدين اغاني بنستمع اليها ونسعد بيها ونفرح بيها جدا، زي علي الحجار، زي محمد الحلو، زي محمد منير، زي محمد ثروت، زي هاني شاكر. لا اسمع راي حضرتك في واحد واحد منهم، يعني علي الحجار ماذا يميزه؟ علي الحجار يميزه أصالة الصوت، الصوت المصري الصميم، هو يملك مساحة من الصوت رهيبة ومرعبة جدا جدا، لأنه بيغني مثلا أغاني الشيخ علي محمود القديمة اللي فيها العف الجامد والنفس الطويل اللي ممكن يقول 3-4 جمل في نفس واحد، وبأداء رائع الحقيقة. فله من قوة الصوت وحلاوته ما يميزه ويخليه متميز قوي في هذه المنطقة. محمد الحلو. محمد الحلو لأنه ابن الموسيقى العربية فبرضه صوته رخيم جدا ومحبب. محمد منير لون خاص جدا ما بيضاهيهوش فيه أحد، اللي هو اللون النوبي والصعيدي لأنه ابن الصعيد وأسوان. مين تاني؟ هاني شاكر طبعا. هاني مطرب متمكن جدا جدا من أدواته،
يعني يستطيع أن يغني الأغنية الشبابية ويستطيع أيضا أن يغني الأغاني الطويلة، والدليل على كده أنه غنى من غير ليه، ما غناهاش زي الأستاذ عبد الوهاب، إنما غناها بطريقة هاني شاكر المعروفة عنه. الأصوات النسائية، الأصوات النسائية في نادية مصطفى صوت محبب جدا، يعني تحس ان اختك اللي بتغني او قريبتك، يعني تخش القلب بسرعه جدا. اقول النجم الصغير احمد فاروق الفيشاوي؟ ها؟ في الحقيقه يعني ما تقوليش، لان انا لسه ما بقتش نجم. لسه ما بقتش نجم، انما هتبقى ان شاء الله. ان شاء الله. انت مش مثلت قبل كده يا احمد؟ في الحقيقه انا مثلت فيلم سهره، فيلم اسمه المرشد، مثلته مع بابا ومحمود الجندي وشريهان وسهرة اسمها ملحمة كبريت عن الحرب، ومثلتها مع ماما سمية. وبتشترك دلوقتي مع بابا برضو في مسرحية جديدة؟ في الحقيقة بس دوري صغير، يعني ما فيهوش كلام أو أي حاجة زي كده. يعني بتعمل إيه دورك بالظبط؟ في الحقيقة يعني تنصهير بتخرم حاجة لأنكل حسن حسني، فبتنزل منها مية، فأنا بكون معايا علبة فبجري وراها وأعمل مية كده. يعني أنت عاجبك الدور ده ولا يعني ما؟ إيه عاجبني، وأنا كمان عامله جاتو كادو كده. طب بس أنا ملاحظة إنك أنت بتقول يعني مع محمود الجندي ومع شريهان، أنت بقى حسيت إن هما يعني مش طنط شريهان مثلا، مش أنكل محمود، يعني كده حاسس إنك أنت خلاص بقيت نجم معاهم؟ أه زملاء زملاء، يعني خلاص احنا بقينا يعني مثلا لو هم برا انكل محمود وتنشيرين، بس هم لو بيمثلوا معايا زملاء، يعني مثلا بابا فاروق بقول له يا روقة يا روقة، يعني لا 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 ده عادي ده عادي. يعني بيدلعني بيدلعك وما فيش فرق، يعني بدون تكليف كده. يعني كمان بعمله كزميل وكأب في اي فيلم بعمله معاه، او ان شاء الله تمثيليات ممكن اعملها معاه. ايه رايك فيه؟ في الحقيقة يعني هو ممثل مش بطال. مش بطال، ممكن يعني يبقى كويس في يوم الأيام. في الحقيقة طبعا ممكن يبقى نجم، يعني نجم قد الدنيا كمان كده. في الأجازة بتاخدها فين؟ في الأجازة بيروحوا النادي، مشتركين في النادي الأهلي. لو في اسكندرية بيجوا اسكندرية، هم بيحبوا قوي اوتيلات، يروحوا ينزلوا البسين، فكل اسبوع تقريبا بيروح بيقضوا يوم او يومين في اوتيل، بينزلوا البسين. في النادي بتلعب رياضه؟ في الحقيقه انا ان شاء الله هشترك في الكوره، كره قدم. عشان انا كمان عايزه اطلع جون لمصر كمان. عظيم، ده انت يعني هواياتك او كتير كتيره وامالك متنوعه وان شاء الله تحقق. كمان انا بحب الغنى. صحيح. دي مين؟ للمغنيين اللي انا بحفظ اغانيهم. زي مين؟ زي مثلا انوشكا. طب ليه مختار اغنيه حزينه يا احمد؟ في الحقيقه يعني انا بحب الاغاني دي، ساعات بحب الاغاني اللي بتفرح، وساعات بحب الاغاني اللي بتحزن، بس لما تكون كلماتها حلوه. يعني انت المفروض طفل ومرح وتحب المفروض الاغاني المرحه والظريفه، يعني نبعد عن الاغاني الحزينه. ساعات مثلا انا بحب الاغاني المرحه برضو، بس تكون كلامها حلو. في اغنيه بتقول عشان بحبك واخاف تغير، بخبي عنك حاجات كتير، المفروض عشان هي بتحبه تقول له الصدق. فالاغنيه دي انا مش بحبها خالص. ده فيلسوف كمان ما شاء الله. يعني حضرتك بتتوقع له مستقبل فني كبير ولا بتحاول تبعده عن مجال الفن؟ بالعكس، انا شايف ان هو يعني شويه عنده اهتمامات زي ما حضرتك شايفها، بالغنى، اهتمامات بالمزيكا، اهتمامات بالرسم، اهتمامات بالتمثيل. هو في شرط اساسي جدا وهو عارفه، انا قايله له، ان الفنان اساسه الموهبه. اذا اتنمت موهبته في اي من هذه المجالات فطبعا انا هساعده جدا، اذا لم تكتمل وتنضج موهبته في اي من هذه المجالات فاكيد هو هيسلك طريق اخر. بجانب الدراسه طبعا، الدراسه شيء اساسي طبعا، ده هو الاصل الدراسه. بتحب تروح مسرح؟ طبعا. مشاهد جيد للمسرحيات؟ متابع لها كلها؟ بالتاكيد. الكوميديه ولا اي نوعيه من نوعيات؟ اي نوعيه من نوعيات المسرح. تحب تشوف مين على المسرح؟ وكلهم يعني. احب اشوف عادل امام طبعا،
احب اشوف سعيد صالح، احب اشوف سمير غانم على المسرح، احب اشوف فؤاد مهندس جدا على المسرح، كلهم تقريبا. احب اعرف رايك في كل واحد. عادل امام، عادل امام يعني لا شك انه ممثل جيد، يعني ولانه ممثل جيد يستطيع ان يضحكني وان يبكيني في آن واحد، وهذا الكلام بينطبق تماما على الاستاذ فؤاد المهندس. سعيد صالح خفيف الظل جدا، وبنبسط منه جدا لما يغني، برغم ان صوت سعيد اجش الى انه في روح اداء ظريفه جدا، تعبير جيد جدا في الغناء، وخاصه ان هو مهتم جدا بالمساله دي وبيلحن ايضا. سمير غانم ممكن لا يحتاج لنص كوميدي، يعني الكوميديا تظهر منه، بتنبع من داخله وبتتقال منه واليه، يعني ممكن سمير غانم تحطيه فعلا على المسرح وقدام الناس يستطيع ان هو يؤلف نص مسرحي كوميدي كامل. ومن نجمات المسرح، ومن نجمات المسرح طبعا كلنا سعداء بعوده شويكار مع الاستاذ فؤاد المهندس في المسرحيه الجديده روحيات خطفت، وانا لسه ما شفتهاش بس ضروري هشوفها، لان انا سعيد جدا بان الاستاذ فؤاد ومدام شويكار يرجعوا تاني على المسرح يعيدوا الامجاد العظيمه اللي عملوها قبل كده. انا يومي لو ما كانش عندي تصوير يعني بقوم الصبح قبل ميعاد التصوير بساعتين، لان انا باخد وقت كبير جدا في الحمام، وبنزل على ميعاد التصوير وبرجع على البيت. لو ما كانش عندي تصوير احب جدا اقوم من النوم براحتي وما اغسلش وشي يعني مش يبقى اول حاجه الحمام، لانه كل يوم اول حاجه الحمام، فاليوم اللي مبقاش عندي فيه شغل احب جدا ما يبقاش اول حاجه الحمام، يبقى اخر حاجه الحمام. بتحب السفر للخارج؟ جدا طبعا. سافرت فين وفين؟ سافرت بلاد كتير، امريكا، اوروبا، استراليا، مالديف. دي يعني مش جديده شويه، او هي مش من البلاد اللي مش من البلاد المعروفه. انما هي بلد مجموعه جزر حوالي 1200 جزيره في جنوب الهند في المحيط الهندي، وهي 100% مسلمين، كل سكانها من المسلمين، ورئيس جمهوريتها تعلم في الازهر في مصر، واكبر جزيره فيها اللي هي العاصمه مالي حوالي 3 كيلو في 3 كيلو، دي اكبر جزيره هناك. هي مجموعه جزر صغيره جدا جدا، وهي جوها استوائي، يعني ممكن تعيشي الاربع فصول في نهار واحد. وبلد سياحي من الدرجه الاولى، برغم ان السياحه لسه ما بداتش تاخد عنفوانها فيها، الا انها اعتقد انها لو اهتموا بالسياحه هناك هتبقى من اعظم البلدان السياحيه في العالم. كانت زيارة حضرتك لمالديف زيارة سياحية ولا فنية؟ كانت زيارة فنية، لأنه كانت المالديف بتعمل أول فيلم ليهم، وكان بيخرجه الأستاذ محمد خان، وأنا اخترت كبطل من مصر للفيلم، وبقية الممثلين كلهم كانوا من مالديف. باقي الدول اللي حضرتك زرتها؟ أستراليا من البلاد. استراليا من البلاد اللي انا حبيتها. بتختار البلاد البعيدة. يعني بلد حقيقي جميله، بالرغم ان عمرها مش كبير، انما بلد نظيفه جدا جدا، وسكانها طيبين قوي قوي قوي، و الخضرة، يعني بلد فعلا نموذج للبلد، العمران فيها ممتاز جدا، الخضرة فيها هايلة، الجو فيها أكثر من ممتاز كمان. وزرت سوريا وزرت لبنان، طبعا في أمريكا زرت الاستوديوهات السينما في لوس أنجلوس، شيء بديع جدا، ديزني لاند. بتعرفي على عادات الناس وطباعهم، بتعرفي قيمة المصريين
لدى هؤلاء الشعوب، ودي فايدة من الفوائد المهمة جدا. هم ازاي بيبصوا للمصريين، بيبصوا لمصر ازاي. والحقيقة من الحاجات اللي امتعتني جدا ان المصري بقاله صفة عالمية، عندما يتواجد في مكان فبيبقى موضع اهتمام شديد جدا. على الفيديو حضرتك بتحب تشوف ايه؟ على الفيديو يعني يمكن لان ظروفي ما بتسمحليش اني اروح السينما الا في العروض الخاصه، يعني اي عرض خاص انا بحرص ان اروح افلامي وافلام زملائي في العروض الخاصه. انما ما عدا هذا بحب اشوف كل فيلم مصري جديد اولا، وبعد كده مختارات من الافلام العالميه. تحب تشوف مين من النجوم بالتحديد المصريين؟ لا بشوف كل الافلام بصرف كل النظر عن النجوم. لو اخترت فيلم معين، فيلم واحد، تختار لمين؟ يعني هشوف قلب الليل.